الركن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة. Det andre søylen fra av islam å utføre bønn. إقامة الصلاة يعني لابد أن تأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله. يعني لابد أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تترك منها شيئا. Det å utføre bønn betyr at du kommer, at du utfører bønnen komplett akkurat som profeten صلى الله عليه وسلم utførte bønnen. نعم. الصلاة تنقسم إلى قسمين فريضة ونافلة. صلاة دلت إني تو obligatorisk و ده سو ميكي obligatorisk. صلاة الفريضة خمس صلوات تصلى في كل يوم وليلة. دي obligatoriske bønnene er fem bønner som blir bedt i løpet av dagen. صلاة الفجر ركعتين. فجر تو ركعة. والظهر أربع ركعات. والظهر في ركعة. والعصر أربع ركعات. عصر في ركعة. والمغرب ثلاث ركعات. مغرب تري ركعة. والعشاء أربع ركعات. وعشاء في ركعات. إذا سافر المسلم يصلي الظهر ركعتين وكذلك العصر ركعتين والعشاء ركعتين يقصر الصلاة رباعية. So hvis en muslim er på reise, så forkorter han de han ber fire, så han ber ظهر 2, ber عصر 2 og ber عشاء 2. ويصلي يوم الجمعة مكان الظهر يصلي صلاة الجمعة ركعتين. واستدن فور بي ظهر på dagen av på fredag så ber han kun to rak'a som er fredagsbønn. نعم صلاة الجمعة وهذه الصلوات المفروض الخمس يجب على كل رجل عاقل بالغ أن يصلي هذه الصلوات في المساجد. و دي فم بنا هار ده obligatorisk på enhver muslim som har nådd puberteten og beder i moskeen. نعم إذا الأصل المحافظة على الجماعة من الرجال والله أعلم. و ده ده som är att alla män som har nått puberteten de må be i moskeen.